بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيهات من سعادة القائد العام شرطة الشارجة ومتابعة من سعادة نائب قائد عام شرطة الشارجة، قامت لجنة تفتيش على السكنات العمالية برئاسة سعادة العقيد ركن عمر الغزال بتنظيم جميع الإجراءات الاحترازية في مواقع فحوصات كوفيد 19 في إمارة الشارقة. قامت القيادة العامة شرطة الشارجة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتنظيم عملية المرور خارج الخيمة وتنظيم المراجعين داخل الخيمة.